مش انا اللي اقول اذا كان في موهبه ولا لا. فالحاله يعني انا معذوره، يعني الحاله تروش. قول لي انا بحبك عشان ما موتش نفسي، هرمي نفسي تحت الشريط ونص لو ما قلت لي انا بس اوعى تسيبني. قول لي بحبك. طيب قول لي طيب بحبك. يا تي بكره يتوه يا ولدي. يا فرنسا. كل فترة بنسمع كلام كتير عن اعتزال الفنانة عبلة كامل، ولأنها ما بتحبش السوشيال ميديا بيطلع طليقها الفنان أحمد كمال يرد بالنيابة عنها بسبب التليفونات الكتير اللي بتزعجها من زملائها في الوسط الفني أو من بعض الجماهير اللي بيحبوها، وده طبعا بسبب العلاقة الطيبة اللي بتجمع عبلة كامل بزوجها السابق وأبو بناتها. بس المرة دي الموضوع طلع بجد، عبلة كامل اعتزلت الفن نهائي. تعالوا نعرف السبب الحقيقي لاعتزالها وليه بناتها اتجوزوا اتنين اجانب. خليكم معانا للاخر. عبلة كامل من الفنانات اللي بيطلع عليهم اشاعات كتير، وده لانها ما بتظهرش نهائي في اي برامج تلفزيونيه، وكمان بترفض كل اللقاءات الصحفيه، وده بشهاده الفنانه اسعاد يونس اللي قالت بقالي سنين بتحايل على عبلة تنورني في البرنامج بتاعي وهي كل مره بترفض وتعتذر لي بطريقه شيك. ومن كام ساعة انتشر خبر اعتزال عبلة كامل الفن، وفجأة بقت ترند في مصر والدول العربية كلها، ولأنها مش أول مرة ناس كتير مهتمتش بالخبر، بس طلع الفنان أحمد كمال طليقها وأبو بناتها وأكد الخبر وقال الخبر فعلا حقيقي وعبلة قررت تعتزل الفن نهائي، وهي حاسة إنها اكتفت بالأعمال اللي قدمتها طول مشوارها الفني، وكمان هي معترضة على بعض الأوضاع في الوسط الفني وفي بعض الحاجات التانية كمان بس مش مسموح نتكلم فيها. وقال أحمد كمال إحنا عيلة وهي أم بناتي وعمر علاقتنا ما اتقطعت نهائي ولا حتى يوم. العلاقة استمرت، في بنتين لازم نشرف على تربيتهم كويس ولازم يبقى في علاقة كويسة. وقال كمان إنها كلفته يتكلم للجمهور بالنيابة عنها، ومن ضمن أسباب اعتزالها الفن إن الحياة والإيقاع المجهد ما بقاش يناسبها. ومين عالم ممكن بعد شوية تلاقي نفسها متحمسة وترجع تشتغل تاني، بس حتى الآن قرار اعتزالها نهائي. وكمان كشف سر ارتباط الجمهور بعبلة كامل وقال الناس مرتبطة بعبلة كامل بسبب ذكائها في التمثيل، لأنها تقدر بتلقائية وبساطة تتعامل مع الشخصية وتشوفها من منظور بسيط الناس البسيطة تقدر تشوفها معاها. وفجر الفنان أحمد كمال مفاجأة كبيرة جدا لما قال إن بناته زينب وفاطمة من الفنانة عبلة كامل اتجوزوا اتنين أجانب. زينب اتجوزت من شخص إنجليزي وفاطمة اتجوزت من شخص بولندي. مش بس كده، دول كمان ما عملوش أفراح، وقال إنه رباهم على الحرية علشان كده ما تدخلش ولا هو ولا عبلة في اختياراتهم وسابوهم براحتهم. الفنانة عبلة كامل اسمها بالكامل عبلة كامل محمد عفيفي، واتولدت 17 سبتمبر عام 1960. درست عبلة كامل في كلية الأداب وتخرجت من قسم المكتبات، وده كان في عام 1984. وفي عام 1985 شاركت مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم وداعا بونابرت. اتجوزت عبلة كامل من الفنان أحمد كمال وعندها منه بنتين زينب وفاطمة، وانفصلت عنه واتجوزت من الفنان الراحل محمود الجندي سنة 2003، وانفصلت عنه بعد سنتين.